طبعا سلمى، أولى فقراتنا لليوم من هذا العالم يلي مثل ما قلنا ببداية حلقتنا كل ما نوع عم يتجدد ويتطور وتدخل التكنولوجيا بشكل كتير كبير في بحياتنا. إذا بدنا نحكي عن عالم الطفل بالتحديد، ما فينا ننسى الموبايل يلي دخل على كل بيت وصار استخدامه سهل جدا بالنسبة للطفل، وبالنسبة أيضا لمنصات التواصل الاجتماعي مختلف أنواعها، فيسبوك، إنستغرام وغيره. أكيد فرح، ويمكن بهذا الوقت اللي دخل فيه التكنولوجيا بشكل كبير ممكن تأثر على بعض القيم، تأثر على بعض النظرات وحتى التربية للأطفال. كل هذا الموضوع وكيف ممكن اليوم نعزز القيم بعيدا عن الآثار السلبية اللي عم يتعرض لها أبنائنا من هذا المحيط، رح نتعرف مع ضيفنا الدكتور أحمد الأصفر، أستاذ بعلم الاجتماع بجامعة دمشق، ويجاوبنا على كثير من الأسئلة. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مثل ما حكينا بالبداية، يعني نحن دخلنا وأدخلنا أطفالنا بعالم واسع جدا وفي كثير من الخطورة، إذا بدنا نحكي عن الفائدة بداية، لكن نحن كيف فينا نحافظ على معتقداتنا والموروث الثقافي بالنسبة للأطفال لما بيستخدموا هي المواقع؟ تمام. وشي أسعد الله أوقاتكم. أوقاتك يا رب. الحقيقة بدي أفصل أنا مسألة في المقدمة وردت ما بين استخدام التقنيات وانحلال القيم. لا، الحقيقة في فرق كبير. ما بالضرورة أن استخدام التقنيات يؤدي إلى انحلال القيم، لأنه في مجتمعات كتير وفي تجارب كتير ثبت فيها أن تقنياتهم يستخدموها بتطور أكثر وباستخدام أوسع، ومع ذلك ما زالوا يحافظون على قيمهم وأخلاقياتهم ومبادئهم. نعم. فنحن لازم نحن نفصل ما بين مسألة استخدام الأدوات التقنية، الموبايل، الفيسبوك، الانستغرام اللي حكينا عليهم، وما بين انحلال القيم. انحلال القيم يأتي لأسباب أخرى تماماً. فيمكن الأدوات التي نستخدمها يمكن أن تساهم في تعزيز القيم ويمكن أن تساهم في انحلال القيم. نعم. ولكنها ليست هي العامل، إنما هي أدوات. عندما نقول أدوات يعني يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة ويمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة. نعم. كمان دكتور، يعني ما فينا ننكر أنه بهذا الوقت اللي نحن موجودين فيه كتير من الأهل صار عندهم هذا التساؤل، أنه أنا اليوم أبنائي عم يقعدوا ساعات طويلة على اليوتيوب، ساعات طويلة قدام شاشات الموبايل، عم يتلقوا ويشوفوا ويتفرجوا على عادات وعلى، خليني أقول، على مواد من كل أنحاء العالم مو كلها شبيهة فينا بعاداتنا بتقاليدنا، وعم بتأثر بشكل ما على التربية. لهدول الأهل اللي عندهم هاي المشكلة اليوم كيف فيهم يتعاملوا مع أبنائهم اللي عم يتلقفوا بشكل أو ما أو بآخر هذا، خليني أسلوب ونمط الحياة الجديد؟ تمام. الحقيقة أول شيء من حيث المبدأ أنا بشوف أنه هذه التقنيات أمل ما عم ينجرفوا إلى الأبناء، عم ينجرفوا هالأسر، يعني الآباء والزوج والزوجة عم ينجرفوا مع هذه التقنيات وعم ينجرفوا مع وسائل التواصل وعم يتفاعلوا معها، عم يتأثروا فيها قبل أن يتأثر الطفل. فلا شك بأنه هذه التقنيات تشكل مركز جاذبية قوي جدا بالنسبة للفتى أو بالنسبة للشاب أو بالنسبة حتى للطفل. مركز جاذبية بمعنى أنه يلبي من خلالها حاجات نفسية، حاجات معنوية، حاجات اجتماعية ربما كان يفتقر إليها بالوسط الاجتماعي الذي يعيشه، سواء كان أسرة أو أقران أو جماعة إلى آخره. تمام. الآن لا يمكن أن تشكل الأسرة بديلاً قوياً ما لم تكن قادرة على تلبية هذه الحاجات بالنسبة للطفل. ويمكن أن تلبي هذه الحاجات من خلال إسباغ معاني لهذا التواصل، بمعنى أنه أنا لما بدي فرجي للطفل على الأفلام كرتون معينة أو فرجي مشهد معين لازم أقرنه بشيء من التوضيح، شيء من التفصيل، شيء من الشرح وتعريف بأن هذه الأشياء قد تكون ضارة وقد تكون نافعة. لأنه سبق أنه نحن حكينا أنه في دول أخرى شهدت نفس التطورات، شهدت نفس التقنيات وأكثر من ذلك، ومع ذلك كانت الأسر تحافظ. الآن قبل أن، طبعاً الطفل هو الهدف والأساس، أكيد شفتي، ولكن لا يمكن للأسرة أن تكون مهيئة للتعامل مع هذه التقنيات ما لم تكن هي بحد ذاتها قادرة
على فهم هون بدي اسالك دكتور قد ايه صحيحه المقوله يلي بتقول انه يمكن اطفالنا هن انعكاس لاهاليهم ولا تصرفاتهم، فقد ايه صح لما الطفل بيشوف اهله كيف بيتعاملوا مع وسائل التكنولوجيا او بيتعاملوا بشكل عام، فهن اكيد رح يتعلموا هذا الشيء من اهلهم، قد ايه المقوله فعلا صحيحه وبنقدر نطبقها كمان بهذا الاستخدام؟ ايه المشكله بانه الطفل اليوم اذا نحن بدنا نبحث او ندرس او نحلل العوامل المؤثرة في شخصيته، نعم، ربما كانت الأسرة في يوم من الأيام تشكل مركز الثقل في تربية الطفل، كانت الأسرة تشكل مركز الثقل في تربية الطفل، اليوم أصبحت الأسرة تأتي في أدوار متأخرة جدا، فأصبحت هناك مصادر قوة تؤثر في الطفل قد تكون أكثر أهمية من الأسرة نفسها، هي الأقران، نعم، هي المدرسة، هي جماعات اللي بينتسب إلى الطفل، إن كان الإعلام اللي عم نحكي فيه عنه وسائل الاتصال، فدور الأسرة هنا أصبح ضعيفاً. ليش؟ لأنه حتى الأسرة نفسها عم تنجرف مع هذا التيار ومع هذا. هلأ إذا لم تكن الأسرة قادرة على أن تحمي نفسها، يعني الأب إذا ما كان قادر هو يمنع نفسه ما بيستطيع يمنع ابنه، فكيف بدي أنا أجي للولد، كيف بدي الأب بده يكون قادر أن يقول للطفل لا تتفرج على هذا المقطع من الفيديو، وهو عم يشوف وهو عم يتابعه بشكل او باخر؟ نعم تمام. اكيد يعني كيف بده يجي الطفل يقول له الاب للطفل لا تضوع وقتك على الموبايل، وبنلاقي هو عم يضوع وقته على الموبايل اكثر من الطفل. فاذا المبدا ان يبدا الاب من نفسه، تبدا الزوجه من نفسها، ان تبدا الاسره من نفسها حتى تتمكن من السيطره على الابناء. هذه النقطه الثانيه، لابد ان يكون يعني الحقيقه عوامل جذب، يعني نحن بنشوف نحن الاطفال يبحثون دائما عن العاب، يبحثون عن شيء بدهم يشغلوا شغل اوقات الفراغ. هلا في العاب تقليديه ممكن تكون بديل، يعني مثلا لو جيت انا جبت للطفل العاب مكعبات، بركب المكعب واعطيه وشجعه على اللعب بهذا المكعب، يمكن ان يكون بديل. نعم كيف؟ ممكن أنا روايات قصص أعطيه، حكاية أعطيه، قصص يقراها، قصص الأطفال معروفة موجودة كثير هذا، شجعه أنا على مناشط أخرى أو نشاطات أخرى يمكن أن تكون بديلاً عن استخدام الموبايل. نعم هون النشاطات بتلعب دور كتير كبير، أنه لما الأهل بيتشاركوا مع الأطفال بنشاطات معينة أو حتى لما بيوجهون لنشاطات مختلفة عن الإنترنت والموبايل. كمان خلينا نحكي عن الخطوات اللي بدهم يتبعوها الأهل إذا كان ولا بد أنه نحن بدنا نتعامل مع التكنولوجيا، وباعتبار هنن بالنهاية قدوة لأبنائهم، فشو الطريقة المثلى اللي بتنصحهم فيها لحتى تتم حتى هي المشاركة بينهم وبين أبنائهم مع استخدام التكنولوجيا؟ شوفي في شو الحوار اللي لازم يدور؟ الصعوبة اللي هلأ عم تصير، سابقاً نحن عم نحكي في عالم الأسرة، سابقاً كان الأب أو الأم قد ينشغلوا كثيراً عن الأطفال، ولكن في الأسرة التقليدية كان الابن الطفل كان يقضي جزء كبير من أوقاته مع جده أو مع سته أو مع ابن عمه إلى آخره في المحيط المجاور. الآن في وجود الأسرة المحدودة، الأب لحاله والأم لحالها على سبيل المثال، وعايشين بأسرة واحدة، فالمشكلة أنه هدول ما عم يتفرغوا لابنهم، وصار ابنهم بده واحد بقى يقعد يلعبه، يعني مثلا أحد الأشخاص راح جاب لابنه مكعبات وصار يتبارى هو وياه باللعب بيسبق، وفعلا انشغل الولد. بس يا ترى هل يستطيع الاب ان يستمر في مداعبه ابنه طيله الوقت؟ الولد بده طوال وقت حتى. الحقيقه انا بقول انه العلاج الاكثر اهميه ما ممكن يكون علاج فردي، بده يكون في علاج، يعني تنسيق مع المدرسة، التنسيق مع الأقران، تنسيق مع الجوار، تنسيق مع أفراد الأسرة الآخرين. فالمعالجة لابد أن تأخذ طابع اجتماعي ولا تأخذ طابع فردي، لأنه الفرد بحد ذاته غير قادر أنه هو يحمي حاله من تداعيات الاستخدام غير الصحيح للتقنيات. أما لما بيكون في تنسيق على سبيل المثال مع المدرسة، تؤهل المدرسة بشكل جيد، وبصير المدرسة بتأوجد
نشاطات للطلبة، بيصير بيطالبوا بهذه النشاطات بمدرستهم وببيتهم. المهم أن ننوع النشاطات التي ينبغي أن تقدم. هلأ كيف؟ هذا بتوقف على مقدار تعامل الأب مع المدرسة، تعامله مع الجيران، تعامله مع الأقران. مين هن أقران الطفل؟ أقرانه أكيد أكيد هن أولاد الحي نفسه، أكيد أكيد هن أقاربه، ابن عمه أو ابن خاله أو قريب له. فلا بد إلا ما يكون هو يتدخل الآباء في كيفية التعامل مع الأقران، كيفية التعامل مع المدرسة. المدرسة لازم تطور نشاطاتها، لأنه أصبحت المدرسة كمان مو هي بس مؤسسة تعليمية، هي أصبحت يعني اسمها لما نقول نحن وزارة التربية على سبيل المثال، هذا لا يعني أنها مو عم نقول وزارة التعليم، عم نقول وزارة التربية. أي لابد أن تساهم في تربية الطفل وتنشئته وتنمي النشاطات التي ينشغل فيها الطفل في المدرسة وتصبح واجبات عليه في البيت. فلما هو بيروح على المدرسة على البيت بيقول لهم والله الأستاذ قال لي بدك مثلا ترسم هالرسمة أو تساوي هاللوحة أو تساوي هالمكعبات إلى آخره، فبيشعر أنه في واجب عليه بده يؤديه ثاني يوم هو النشاط. هلا هذا ممكن يغني أو يساعد على تقليل استخدام الموبايل أو استخدام التقنيات الأخرى. أما في حال نحن ما عندنا وسيلة نوع النشاطات عند الطفل، ما في عندنا وسيلة نشارك الطفل، ما عندنا طريقة نشارك الطفل إنه والله أخي مالنا فاضيين أو نحن هلا بشغلنا أو إلى آخره، فبالتأكيد الطفل ما راح بيلاقي هو المتنفس الموبايل. بالنهاية هو المتنفس بالنسبة له، شايف كيف؟ أي إنسان لما يكون في عنده نافذة واحدة بيتنفس من خلالها فهو مجبر أن يتنفس من خلال هذه النافذة. أما عندما تتعدد النوافذ فهو بحد ذاته بيقول لك أخي بدي أشوف نوافذ أخرى، بدي أشوف أشياء هون أنت أسألك دكتور، قد إيه نفسياً هذا الشيء بينعكس على الطفل لما بيكون في وسط اجتماعي صحيح حاضن لإله، لما بيكون في أنشطة يتصرف فيها غير نفسياً وفكرياً وعقلياً لما بيكون محبوس أمام الشاشة الصغيرة مثل ما بنقول؟ الإنسان أي إنسان كان طفل أو صغير أو كبير، عندما تتحدد المنافذ التي يراها فبيطلع طريقة تفكيره محدودة، طريقة تفكيره مقيدة، ما بيستطيع بيصير حتى بالأخير حتى لما بيكبر بيصير طريقة تفكيره وطريقة تعامله مع الأشياء مقيدة بالقنوات طبعا التي اعتاد عليها سابقا. أما لما نحن نفتح آفاق النشاطات، نفتح آفاق التفكير أمام الطفل، بيصير هو بقادر على أن يلعب بالمكعبات تارة ويلعب بالدراجة تارة أخرى ويلعب بالموبايل ثالثا رابعة، فمنشوف نحن آفاق تفكيره بتتسع، وخاصة إذا كانت هذه النشاطات فيها تنسيق ما بين المدرسة وما بين البيت، فرح بعتقد أنا بيصير عنده الطفل آفاق أوسع، نفسية أكثر، ما عاد يتحجر لفكرة معينة، ما عاد يتصلب بفكرة معينة أو برأي معين أو بموقف معين، فبيصير عنده بالعكس أريحية أكثر وانفتاح أكثر، وحتى نمط تفكيره بيختلف بيصير أوسع. طيب دكتور كمان يعني أوقات بيسألوا الناس إنه نحنا إذا ما قدرنا نبلش مع أطفالنا من العمر اللي لازم نبدأ فيه من السنين الأولى 6 سنين الأولى، وشفنا إنه في كتير طباع طبعوا فيها أطفالنا غصب عنا، يمكن عدم قدرة الأهل على مجارات، مو كل الناس نفس السوية بالتفكير، شو ممكن نعمل؟ خلصت الدنيا ولا لسه فينا نلحقهم؟ في كيف فينا؟ الحقيقة حتى الإنسان بعد أن يتقدم في العمر، يعني حتى لو بصير من 40 و50 سنة، أنا أعتقد بأنه يمكن أن يتغير ويمكن أن يتبدل، شريطة أن تتبدل منظومات المعرفة والفكر الذي عنده. فالطفل هذا طبعا كل ما هو تعمق بالحالة السابقة كل ما بصير تغييره أصعب، ولكن ليس مستحيلا، إنما يحتاج إلى مزيد من التعريف، أو يعني خليه مثل ما قلت لك توسيع الأفكار، توسيع الآراء، توسيع مثلا تشجيعه على المطالعة، تشجيعه على مشاهدة أفلام معينة، تشجيعه على مشاهدة روايات معينة. مو بالضرورة إنه كل قطع أحيانا الموبايل نفسه أو اليوتيوب نفسه أو كلها فيها برامج مفيدة جداً، نعم. فليست هي كلها سيئة، لا، نعم. بالعكس فينا نأخذ المفيد. فممكن هو ممكن الأب
ممكن ينقي هو الأشياء المفيدة، الأفلام المفيدة. الحقيقة بتعرفي أنت كل وسائل الإعلام بالعالم عم تتنافس حول الطفل، يعني بدهم هن يركزوا. شوفي هلا أنت طولي باليوتيوب واكتبي لعبة الأطفال بيطلع لك 50,000 مادة، شايفة كيف؟ بس كلهم هدول الشركات عم تتنافس، هي بدها تعلمه البخل، هي بدها تعلمه اللقمة، هي بدها تعلمه الوطنية، هي بدها تعلمه. فنحن الأسرة هون بقى دورها أن تختار من هذه الأشياء ما يناسب الطفل، بتقول له تفرج على هذا، بتصير هي بتحط له فيلم معين بتقول له تفرج عليه، بتحط له مقطع فيديو معين بتقول له تفرج عليه وشوف شو رأيك فيه، وبصير بتناقشوا فيه. وطبعا هون في تدخلات الثواب والعقاب ممكن تأثر كثير لما الأب بيمارس عملية التوجيه المقرونة بالثواب والعقاب، نعم. بتأدي ثمارها أكثر في المستقبل. وطبعا هذا كمان يختلف باختلاف الفترة العمرية للطفل، أكيد. هل عمره 5 سنين مو مثل عمره 10 سنين، مو مثل عمره 15 سنة، تفكي. نعم. كل هذا يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تدقيق أكثر. أكيد، كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتنا. نتمنى فعلا دائما يكون الأهل عندهم هذا المستوى العالي من الوعي، خاصة بهذا الغزو التكنولوجي الكتير كبير اللي صار اليوم. طبعا يعني شوف الغزو كبير جدا، نعم. وإذا ما كنا نحن على مستوى هذا الغزو، الغزو بده يقتحمنا، يعني يقتحم حياتنا، يقتحم تفكيرنا، يقتحم حياتنا كلها، ونصير نحن معرضين للخطر. أكيد، شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.